مجهوداتها للتصدي الصارم لظاهرة السياقة الاستعراضية والبهلوانية للسيارات والدراجات النارية، داعية كل شركائنا في الميدان من سلطات إدارية وقضائية إلى إعطاء هذا الموضوع ما تستحقه من العناية، احتراماً لأرواح المواطنات والمواطنين ولكافة مستعملي الطريق. وفي سياق مستقل ومتصل، فقد عينت مصالح حوادث السير بالمدن التابعة للولاية مجموعه 4618 حادثة سير بدنية خلفت 68 قتيل و367 مصابا بجروح خطيرة و6220 مصابا بجروح خفيفة. حضرات السيدات والسادة الحضور الكريم، إن دعم مرتكزات النظام العام وصون الحريات العامة يبقى من أولويات مناهج وعمل قيادة ولاية أمن بن ملال من خلال اعتماد بروتوكولات مندمجة للأمن والسلامة. كما تواصل ولاية أمن بن ملال